لا بأس عليك حتى تشربها. أعيد عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الباب، إنما أردت أن أستأمن به. إني قاتلك. قد أمنت. كذبت. بل صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنت. ويحك يا أنس، إنه قاتل أخيك البراء وأصحابه. أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأة. شهادة الحق يا أمير المؤمنين لا شهادة المقتول. لا قلت لا بأس عليك حتى تشرب ومجد. خدعتني والله، لا أنخدع إلا لمسلم. أما والله لقد حدثتني نفسي بالإسلام قبل هذا، وقد رأيت من جندكم ما رأيت في القادسية وفي قسطر وسواهما، وعلمت أنكم لم تنتصروا علينا بعدد من عدة، وأن خالق الكون يصنع ما يشاء بخلقه.